أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن رغبة بلاده في إنهاء الحرب في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وفور وصوله إلى العاصمة البحرينية المنامة، أوضح بلينكين أنه يجب على إيران أن توقف أي دعم لقوات الحوثي في اليمن. وأحذر بلينكين من التداعيات الخطيرة لاستمرار الهجمات في منطقة البحر الأحمر على حركة الملاحة. وأضاف أنه ناقش خلال زيارته للمنطقة حل الدولتين وجهود وقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.